ايه دعوه احضر في مكان وحدث جميل زي ده؟ لانه مليان طاقه حلوه جدا، يعني كل الطاقه اللي موجوده وبالذات من الترابيزه دي طالعه ايجابيه بشكل فظيع، يعني حاسه اني مرفوعه كده من على الارض بسبب الطاقه الحلوه اللي موجوده في المكان. هو في نقط كتير، بس انا بتالي اهم نقطتين انا حابه اتكلم عنهم هو طبيعة الست المصرية هو إن هي بتبقى آخر حاجة في الدنيا في حياتها، يعني دايماً جوزها قبلها، ولادها قبلها، قرايبها قبلها، صحابها قبلها، وآخر حاجة بتفكر فيها هي نفسها. عشان كده ستات كتير ما بيروحوش يكشفوا، ولما كمان الكارثة إن ساعات في ستات لما بيكشفوا بيحسوا إن لا، مش هضيع فلوسي ومش هضيع مجهودي على إني أروح أخد علاج، ولادي اولى بيا وجوزي وبيتي بالمجهود والعلاج ده والفلوس والوقت، يعني فده اكبر غلط. لان هو لو انت شخصيا مش كويسه، ولو انت شخصيا مش مبسوطه، ولو انت شخصيا ما عندكيش الطاقه والاحساس بانك عايزه تكملي حياتك، مش هتعرفي تدي اي حد حواليك اي حاجه، وكلهم اكشلي يعني الحقيقه انهم هيبعدوا عنك، لانهم هيحسوا ان ناس كتير على فكره بتبقى متعاطفه جدا مع حد مريض قريب منه بس ما بيعرفوش يساعدوه، وبيبقوا احيانا عبء عليه اكتر ما هم بيحاولوا يساعدوه. فهو حتى لو الجوز ممكن، وحتى لو القرايب، بس انا رايي ان ربنا خلق جوانا قوه، كل فرد عنده قوه وايجابيه جواه ربنا خالقها، بس هو محتاج يقعد يحفر كده ويطلعها ويبقى قادر ان هو يحارب ده. تاني حاجة، أنا رأيي إن المريض السرطان لازم يبقى عنده هواية أو حاجة بيحبها جدا يطلع فيها طاقته. أنا عارفة إن ده كلام ممكن مش طبي قوي، بس أنا بصدق فيه جدا، إن أنت يبقى عندك هواية إنك ترسمي، إنك تغني، إنك تمثلي، إنك تسمعي مزيكا، إنك تعملي أي حاجة روحانية. طبعا اول حاجه علاقتك بربنا، بس دي حاجه خاصه جدا، بس اقصد ان الحاجات الفنيه دي بتساعد جامد جدا في رفع الروح المعنويه، وان الواحد يبقى ايجابي ويقدر يطلع القوه اللي جواه دي ويحارب السرطان، لان هو اضعف من القوه اللي ربنا اداها لنا جوانا. يعني ده رايي، وبس مبسوطه واتمنى الخير والصحه لكل الناس. استمتعنا بهذه الكلمات كما نستمتع بكل أعمالك الهادفة، فشكرا لك على كل ما تقدميه للمجتمع المصري والعربي.